كونه من القيام بالمرافقة، بل حتى دون بقائه بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، حيث تم إرجاعه إلى سلك الحرس الوطني سنة 1993، ثم أقيل منه في خريف 1997. ويؤكد رؤسائه المباشرون أنه حتى بعد حصوله على الدرجتين الأولى والثانية انحصرت مهامه في الأمن الرئاسي بالبقاء في سيارة خاصة بالاحتياط، غالبا ما ترسو خارج سياج القصر أو محل إقامة بن علي، وإن خروجه في بعض السفرات ضمن الأعوان المكلفين بحراسة مقرات إقامة الرئيس بمعية أعوان حراسة الدول المضيفة إنما كان بمن من المدير العام لأمن الرئيس. وبحسب نفس المصدر فإن السيد سوغير بعد عزله استنجد بأمير خليجي عرفه من خلال تكليفه بحراسته أثناء رحلة صيد قضاها بتونس، فمن عليه بتشغيله حارسا له في بريطانيا، ثم انتقل من العمل معه ليشتغل بشركة حراسات بريطانية خاصة استحبته للعمل في أفغانستان، حيث تزوج من أفغانية، ثم نقل للعمل بنفس الشركة في العراق أين كان يقضي شهرين، ثم يعود شهر واحد لتونس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً أول حاجة على المعلومات القيمة. عبد الرحمن، كنت تسمع، سمحني على المقاطعة قبل ما نبدأ في الإضافة ولا التصحيح اللي أنت بشتعمل، تحكي لنا شوية على سي عبد الرحمن، شبابه كيفاش قضاه، مستوى التعليم متاعه، كيفاش جاته الفكرة أنه يدخل في سلك الحرس الوطني والحاجات كما كان. عبد الرحمن سوغير، معناها قلت لك أنا إنسان، معناها كنت ننتمي للكشافة وننتمي للمصايف، إنسان طلائعي مغرومة بحاجة معناها اسمها كومودو وتدريبات وجبل، ومحيط وأنا صغير رياضي معروف في مدينة أكودا، معروف في مدينة أكودا كنت نلعب حارس مرمى الكرة اليد، وبعدين تنقلت في 85 و 86 ضمن وسط النجم الرياضي الساحلي وبعدين الأكابر كحارس مرمى، تفوقت في الرياضة كما قلت لكم. ممكن سمعتوني وسمعتوا الأشرة متاعي، أنا إنسان زوالي والتحومة عربية، شاءت الظروف إلا معناها سواء نظام بن علي أو حتى معناها العهد السابق، العهد الحبيب بورقيبة الله يرحمه، معناها الوالد متاعنا، قلت لك الوالدة متاعنا معناها تخدم علينا في الديار، ظروفنا صعيبة، أختي كانت تقرأ بطلة تروازيام أني سيكوندير، ضحات هي باش من أجل باش تشري لنا تلفزة نواري بلون باش نتفرجوا عليها، جاتنا ظروف صعيبة، قلت لك عاد أنا إنسان معناه مغروم بدني، مغروم واحد وكذا، جات الظروف، وقع انتدابي معناه ضمن الحرس الوطني، التحقت ببير بورقبة. وقبل ذلك شنو قريت؟ قريت معناه كنت نقرأ لاتر معناه في المعهد علي بورقيبة بالقلعة الكبيرة، وبعدك إيش معناه كنيفو، معناه عندي نيفو يخول لي أني باش ندخل عريف للحرس الوطني. بعد معناه وقع انتدابي معناه اجتزت الاختبار بنجاح، دخلت للحرس الوطني كعريف في بير بورقبة، بعدين وقع انتدابي لأنه اللي يمشيوا للأمن الرئيس هما تكون فئة معينة ومعناها عارفينهم مواصفات معينة، عبد الرحمن سوغير كان واحد منهم. بسم الله كما قالت مارينا. سؤالي قبل ما ننتقلوا للمرحلة اللي وقع انتدابك فيها في الأمن الرئاسي، اختيارك للحرس الوطني كان عندك برشا اختيارات، كنت تمشي للجيش، كنت تمشي للشرطة، انت اخترت الحرس الوطني، كانش فما اختيار شخصي وقع عن قناعة او ظروف اللي انت تكون في الحرس الوطني؟ باش نكونوا واضحين، ما فماش حتى معناها لا على قناعة ولا شيء، معنا قلت لك كل زوالي نتمنى ان يكون معنا عندي وظيفة حكومية الا معنا نكسب بها معناها عيشي وكذا ونكون بها حياتي، فهمتني؟ وهكي ما كانش لو كان اختياري انا. علاش مش الجيش نحب نقول، علاش مش الشرطه، علاش الحرس الوطني؟ والله انا قلت لك الحرس الوطني معناها انا كنت مغروم، ما قلت لك انسان طلائعي واحد وكذا، كنت نسمع بالوحده المختصه للحرس الوطني لونيتي سبيسيال اللي في بير بورقبه، وطلع الحرس الوطني في العوينه، قلت لك انسان كنت كمغروم بدني وانسان معناها طلائعي واحد وكذا، حطيت معناها برنسيب في حياتي اني نحب نوصل وتوكلت على الله وبعد معناها دخلت للحرس الوطني. باش الأخت فما ملاحظات بسيطة معنا على التقرير. سمحني يا عبد الرحمن، عندي سؤال، علاش ما كملتش في الرياضة؟ علاش ما كملتش في الرياضة؟ والله ما قلت لك معناها ظروف خاصة، خلتني أني معناها
تدخل في الحياة المهنية، ندخل حياة عائلية، ظروف ندخل في حياة المهنية، فهمتني؟ لأنه بتعرف معنا ديما تعرف وظيفة حكومية فلسطيني ما حابش ينشر اسمه، لا is not exist مش موجود اصلا. هذا المسؤول الفلسطيني خطو تصور ملسطوني فلسطيني كل شاء الله هم كان يخدم معايا في الجروب دانترفنسيون رابيد في امن الرئيس، ما كانش موجود اصلا المسؤول الفلسطيني، ما ليس موجودا اصلا في الحكاية. نو انا تمنيت اللي قال التقرير هذايا كان يقدر يكشف على اسمه ويواجه عبد الرحمن سقير كما انا واجهت حكومه كامله، كما عبد الرحمن واجهت حكومه بن علي وواجهت حكومه المؤقته وحدي ونتحمل مسؤوليتي وهذا شرف ليا، وكما واجهتهم وقتها هبطت. تمنيت الشخص هذايا المسؤول اللي في الرئاسه ولا في امن الرئيس يواجهني مباشره. عبد الرحمن سقير صاحب المواقف الصحيحه، وعبد الرحمن سقير صاحب موقف وتكلمت على قضيه، وتمنيت الشخص اللي أعطيه المعلومات هذه قبل ما يصب المسؤول الفلسطيني يعرف بروحه، لأنه من البذاءة ومن الغير أخلاقي سواء حتى أخلاقية المهنة ومبادئ المهنة معنا ترفض باش واحد يتكلم معناها منصب سواء يكون معنا عضو في الحكومة ولا عضو في الرئاسة ويقول ما مسؤول فلسطيني. سؤال آخر في باش نحاول نتعديه المراحل بطريقة أسرع شوية، فيما يخص سيرتك الذاتية، نعرفوا لي سي عبد الرحمن السوقير من مواليد أكودة، وأكودة أنجبت العديد من الرجالات اللي ناضت وقت فرنسا وقت الاحتلال، فما زاد في الميدان الثقافي نجم السامي سي سالم بن حميدة اللي هو ان بويت، سي فخري الغزال اللي هو مصور فوتوغرافي، سي عبد السلام الكناني اللي هو كان وزير في وقت بورقيبه وشد وزارة الفلاحه وشد بي دي جي نتاع ستيك، طب زاده اللي اول الطب اللي تعرفوا وتشهر وشد شيف سيرفيس في فرنسا في ناربون زاده. فما فئات من الشباب يقولوا سي عبد الرحمن بن سقير في سيرته الذاتيه في تاريخه ديما اكل الانسان الزوالي اللي تحكي عليه انت، كان طمح في حياته اللي هو يعني يشرف والده ووالدته، هذا حق شرعي، وشرف عائله بن سقير الكل. يقولوا كي يكتبوا اسم بن سقير في على جوجل وتخرج تصاور، حسوا اللي فما تصاور تدل على اللي بن سقير ما يوخرش باش يشهر بالدرجة من الوعي ودرجة من النجاح يوصل لها، كسوا في تصاور انت شادد سلاح ولبس لاتوني دو كومبا سوا في افغانستان في العراق كيما ليناهم على الفيديو، حسوا لي وزادا كي سي عبد الرحمن بن سقير يحكي على روحه بال على بال بال على تخوازيم بيرسون دو سانغوليي، دونك كي تحكي على روحك تقول عبد الرحمن بن سقير عمل هكا وعمل هكا وعمل هكا. حسينا اللي انت حبيت توصل اللي انت شر تو روندو فيير فوز افي روندو فيير فوتر فامي، تحب ترى مظاهر النجاح والوصول في عينين الميمه والوالده. اش نجم تجاوب على هذا النوع اللي ينسبوه لك نوع من النرجسية سامحني في الكلمة، وازدواجية بعض المواقف كنجم نسميها عبد الرحمن سقير. لو وقت نقول عبد الرحمن سقير هي لهجة، معناها كلمة عندي طبع معناها نقول عبد الرحمن سقير، أما عبد الرحمن سقير هو واحد من عامة الشعب، زوالي وفقير وولد حومة عربي، ونطلب من الأخيان اللي يسمعوا فيه على المباشر أنه معناه ما يفهموش عبد الرحمن سقير إلا لوج على الشهرة ولا لوج على باش ياخذ منصب سياسي وتكلم. أنا تكلمت وقت ريت ولد بلادي وصل يحرق في روحه، وهنا مانيش نحكي على المرحوم محمد البعزيزي، أنا الإنسان معناه يحرق روحه حتى مش مشعل النار في روحه، الإنسان حتى اكتقاه ظروفه الخاصة ويعلم بها ربي وجاته ظروفه صعيبة ديجا معناه ويحرق في روحه. أنا تكلمت على الزوالي وتكلمت على حق الزوالي، عبد الرحمن سقير تكلمت في هذا النسق على الانسان يحرق روحه. فما ظاهره وظن سمعت بها انت يعني عامين التالي يظلي ولا ثلاث سنين التالي 2008، فما في ولايه المستير فما شخص اسمه عبد السلام، عبد السلام هذا كان عنده كش محل يبيع فيه البريك ويطيب فيه البريك ويبيع فيه، هذا عاش مظلمه من المظالم اللي جاوا نهار البلديه نتاع المستير وقالوا راهو يزمك انت تحب تاخذ رخصه عمل شيء يزمك تحسن شويه من المظهر نتاع المحل نتاعك وتبني، صرف عليها ما يصرف مقابل 1.8 مليون ولا 2 ملايين، ومن بعد لقاو اللي رئيس البلديه عطاها الواحد يقرب له، عاش عمل مشيخ ذا
بيت ريسونس ومشى البلديه وحرق روحه. هذه ظاهره صارت قبل سي محمد بوعزيزي وتغافلوا عليها الناس وما حكيوش عليها برشا. شبي سي محمد سي عبد الرحمن سوبير عفوا ما ما ما, ما بداش المجابه المكافحه نتاعو انطلاقا من الشخص هاو عبد زوالي زاد هذا وما صاروا كيما ما صار محمد بوعزيزي. حاب نوضح لكم شيء. اني تكلمت وقت يلزمني نتكلم وكشفت وقت يلزمني نكشف ونعرف حدودي فين ونعرف وقتاش نتكلم. وقت يلزمك تحط في بالك وقت انا قلت لك راني زوالي وظروفي يعلم بالرب اللي خلقني كان ربي سبحانه وتعالى. وقت جبت مرتي انا تكلمت بعد الثوره وجبت مرتي قبل الثوره من 2004 وانا نقصيلها في الاقامه نتاعها لسبب بسيط انهي افغانيه. اعطيني شكون الا كان يقدر يتكلم في عهد بن علي. حتى الاعلام هم هو الاعلام الاعلام في الوقت هذايا معناها اللي هي حكومه الظل. انا اللي انا علما انا راني ما نمنش عبد الرحمن سوقير راني ما نمنش اللي صارت ثوره خاطر يلزمنا نقول ما زلت ما كملتش يلزمنا نعملوا ثوره نحن في مخاخنا قبل التوانسه ما قبل ما نعملوا ثوره. انا نامن انه ربي سبحانه وتعالى حبا في الزوالي وحب في الفقراء وحب فك زويلة بكمة أنو ربي يرحمنا وعمل لنا ثورة باش خرجنا الطاغي. أما ما عملنا الثورة ثورة وقت تحقق ما بدأ ثورة. وعلما أني وقت تكلمت وقت شفت أزلام نظام السابق تقلبت على الثورة وشفت الثورة خذت مسار ثاني. وقت شفت حكومة الظل اللي حكى عليها السيد الرئيس ونتشرف وما نقولش الرئيس المؤقت السيد الرئيس المنصف المرزوقي اللي حكى عليها على حكومة الظل. حكومة الظل اللي حكت عليها الحكومة الحالية حكومة السيد حمادي جبالي رئيس الوزراء. اتكلمت وقت ريت مخذات نسق ثاني وقت ريت أنه إلا قصيناه مدة 23 سنة وقت إلا قصيناه مدة 23 عام مش نرجع نقصيوه. تكلمت وقت ريت الأعلامي كما سيادتكم أنتم المستضيفين اليوم المحليه وقت عندهم قروض للزواوليه ياخذ فيها زيد وعمر. اتكلمت وقت ريت الطالب اللي تلقاه متريزيه وتخرج ويعلم بيه ربي معناه والديه كيفاش كونوه صوروه باش يفرحوا بيه ما يلقاش خدمته في بلاده وبعدك يمشي يحرق وياكل الحوت ووقت يتكيف سيجار وزطله وسامحوني في الكلمه في التعبير لانه عبد الرحمن سقير هكايا هو كيت كيف سيجار وزطلة يدوروه بعمين حبس وعمين خطية واللي دخل فيها بطوات واللي دخلوا فيها واحد وكذا ياخذوا عمين. أنا تكلمت على الزوالي وعبد الرحمن سقير مش ندافع على الزوالي بحول الله. سي عبد الرحمن الكل نعرفوا للتاريخ يسجل ويذكر ديما جميع الأشخاص ذوي الشهرة اللي في نهار من نهارات يعني ناس تعرفهم بالبداية وتعيش معاهم. لكن في مرحلة قادمة يقع تصنيف هذه الشخصيات إما في السجل الذهبي كما الشخصية اللي ذكرهم وجيه أو في المزبلة. يعني أين تضع نفسك؟ أنا نضع نفسي عبد الرحمن سقير فهمتني أني لن يطمع في سجل ذهبي باش يكتب علي كلمة خير. أنا طمع في سجل سبحانه وتعالى كتاب الله يوم القيامة معنا وتقول لي شنية حسناتك شعملت في دينتك هكاي اللي طمع فيه أنا عبد الرحمن سقير. أما الباقي كلهم يذهبوا إلى مزبلة التاريخ بن علي وعملائه وحكومة الظل اللي مخبين تحت جبهة قايد السبسي لهدي هذه الساعة. قبل ما نواصلوا الحديث مع سي عبد الرحمن نسمو أنتي الصوت ونرجو. نحن الجيب عندنا مهام أقوى من المرافقة أما حفاظاً على سرية الخدمة حفاظاً على سرية الفرقة الخاصة اللي كنا نخدم فيها حفاظاً على سرية الزملاء في أمن الرئيس وحفاظاً على سرية الرئيس الحالي لأنه هو عندنا برنامج عمل فهمتني ما نقدرش نكشف عليه. أما كما قلت لكم هذه من المعلومات اللي كشفت عن تفضل سيدي باش نوضحوا للمستمعين الجيب ولا البريغاد انترفونسيون رابيد اللي تحكي عليها انت هذوكم العباد اللي لابسين دي توني وكابولي ولا اللي لابسين كوستيم لا توني كابولي لي توني كابولي
توني كابولي. يعني كانت مهامك في القصر الرئاسي، كانت مهامك انتم فوزيتون اتون في اي زياره فجائيه ولا اي خرجه يحب يخرجها الرئيس فجائيا، انتم تامنوا المكان اللي باش يمشي له. ما نقدرش نعطيك معلومات معناها بالضبط مهامنا، اما المهامنا نحن ديجا قلت لك معناها انا كشفت على برشا حقائق. وعبد الرحمن سقير، وسامحوني وقول عبد الرحمن سقير هو استنسوا به هذاك حديثي، فهمتني، كشفت برشا حقائق وكشفت برشا مهام كنا نعملوا فيها. وقت التجأت كيما الاخت وقت قطعتني قالت لي انت عاد كشفت برشا حوايج على الفيسبوك، انا وقت التجأت للفيسبوك والشبكات العنكبوتيه مثل اليوتيوب وتويتر والفيسبوك، لاني رسلت في فتره معينه بعد 14 جانفي من قبل ما نصرح، قبل ما نطلع على قناه نسمه وسمعتوه الفيديو اللي خرجته اول مره، رسلت لجنه تقصي الحقائق، رسلت السيد وزير العدل، السيد وزير الداخليه، رئيس الحكومه، الى ذاك شكون هم ما تعرفوهم، والباجي قايد السبسي، رسلت المبزع فؤاد المبزع، فهمتني، اللي ما يتشرفنيش انا عبد الرحمن سقير حتى باش نذكر اسمه في الغالب يلزمني نذكر اسمه، وما سمعني حتى واحد. معليش ما حبوش يسمعوه. يعرفوا حقائق لانه تاريخ هذايا، كيما الاخت انت تقول لي هذايا التاريخ يذكر وتوثق. انا عبد الرحمن سقير يعرفوني اني نتكلم في حقائق، لانهم كانت هي منظومه، هي كانت معناها ارهاب دوله بمارس علينا، سواء من سواء من فؤاد المبزع او غيرهم. الحكومه بن علي ما طلعتش، هي حكومه ظل، لانه يعرفوا هما الكلام اللي مش نكلموا انا صحيح. باش ما نهربوش برشا بنسق الحديث ونمشيو على نتبعوا المرحليه، انت جبت لنا على حاله صارت، حادثه صارت، انت رفضت اوامر بن علي لاغتيال حارس شخصي ما، شنو كانت مدى ارتباطاتك بالحارس الشخصي اللي وصلته واللي يعرف روحه عايش في انفيرونمون كلو، يعني ما ينجمش يتكلم لا يمين لا يسار. انت ذكرت في السابق على حادثة حلمة اغتيال بن علي وصار عليها من بعد، دونك يظهر لي انتم الامن الرئاسي عامة عايشين في عزلة حتى بيناتكم. كيفاش السيد هذا تجرأ وانت بالذات احكي لك الحكاية هذه، وعلاش احكي لك الحكاية هذه، وعلاش مش لغيرك؟ واضح سؤال واضح والإجابة مش تكون أوضح إن شاء الله. تعقيبا على كلام الأخت وقت معناها قالت معناها فما تقارير أنه قالوا عبد الرحمن سقير، أنا مش نوريك شكون عبد الرحمن سقير. أنا دخلت في عملية احتجاز رهين في 91 في ليلة الفاصلة ما بين 14 و15 جانفي 91، هي معناها ماتوا فيها ثلاثة قادة فلسطينيين منهم أبو الهول في ضحية حنا بعل، واللي قتلهم هو الحارس الشخصي لأبو الهول اللي اسمه حمزة أبو زيد. هذا معناه وقت العملية معناها قتلهم هما، ووقت احتجاز الرهائن اللي هي مرت أبو الهول والخديمة الموريتانية وبنته اللي عمرها يناهز ما بين 16 و17. احتجازه من؟ من حمزة أبو زيد، هذا قتل المسؤول الثلاثة قادة فلسطينيين واحتجز الرهائن على أساس باش نوفروا له معناها طائرة ومعلومات أخرى كبيرة ما نقدرش نصرح بها. يعني المفيد أنت حررت الرهائن؟ أنا حررت الرهائن وشديت حمزة أبو زيد، شديته حي، وقع طلق ناري، تبادل طلق ناري بينه وبينه، وحمزة أبو زيد هذا قال إذا معناها مش تسلموني حرفيا، إذا راح يقع معنا باللغة الفلسطينية، إلا نحن التونسيين معنا نعرف اللغة، أنا مش نقول لك مش نقول لك يعني لغة حرفيا بالضبط معنا اللغة الفلسطينية، أما يقول لي إذا مش يقع تسليمي للمنظمة التحرير الفلسطينية راني مش نكشف إلا نعرفه بما فيكم الرئيس. وبن علي عنده علم بالعملية الاغتيال. سامحني، هو طلب منك انك تقتل الاغتيال اللي اسمه ابو زيد، هو اللي طلب منك انك تقتل. سامحني يا قلت لك معناها ما تحاوليش تحرجني بالسؤال هذايا، السؤال هذايا قلت لك معناها هذايا موضوع حساس وحساس جدا. علاش نحرجك؟ حقائق. لا حقائق ان شاء الله، نتمنى بحول الله نبقاو باتصال ونتصل بكم بعد ما يتم التحقيق ونهاية التحقيق، بعد ما يوفى التحقيق في الموضوع هذا، لأنه حفاظا على سرية التحقيق ما نقدرش أن نجاريك ونمشي معك أكثر من هذا. أما نوعد أختي ونوعد السادة المستمعين لوقت يوفى التحقيق، فهمتني، مستعد نرجع بحذاكم، يعني قدرت ربي الفيديو الجاي أنا وياك ويجي نكشف حقائق.
ان شاء الله بحول الله سي عبد الرحمن. اما المفيد حضروا لي الشيك نحترموا الشيك، اما برصيد بدون رصيد ما تهمنيش نحترموا صمتك. اما انت كي حكيت على الوقعه هذه قلت انا قلتش احنا لو جروب دانتيفونسيون لابيد اسكو الرئيس بن علي وكلك انت شخصيا ولا مدير الامن الرئاسي شخصيا؟ ما غير ما جاوبني بالتفاصيل، انت وحدك ولا كانوا معك؟ لا كانت هي العمليه وقعت على جزئين، كانت معنا فرقه مقاومه الارهاب اللي هي تبع بوشوشه، وقلت لك معنا طلق ناري. العمليه وقعت جزئين، المره الاولى معناها دخلوا فرقه مقاومه الارهاب اللي تبع الشرطه تبع بوشوشه، خرجوا من الدار وكنا نحن وراهم، فهمتني؟ خاطر خلطنا نقاوموا مديجال الغادي يعني مش وحدك. لا مش وحدي. من بعد وقت تضرب علينا المره الثانيه كنت انا وحدي وتحصنت تحت الدروج، ومعناها للضروره احكام قمت بالعمليه وطلعته في كرهبه امن الرئيس، وتحولت به الامن الرئيس، دخلته للرئاسه، وبعدين الرئاسه قعدت تقريبا حكايه 3-4 سوايع بحذينا في امن الرئيس، وجات تعليمات من فوق نهزوه من الدوله، معناها حكايه طويله وعريضه وكذا. يعني حتى باش تقول لنا انت رفضت سري، انت رفضت اغتيال وطلب من بطلب من رئيس الدوله انذاك، شبيه ما انتجاش الواحد اخر ولا شدوا سلاحه وقتل الدكتور وشبيه؟ علاش وقت نسلوك على بدايات قصه الحب هذه كيف بدات؟ في افغانستان بلادي. اي انا نخدم غادي، هو يخدم جاي يخدم في افغانستان. عرفت علي؟ سامحني اش تخدم؟ شكون تخدم؟ انا كنت نخدم ادمنستريتيف اسيستنت في الاداره. نعم. عرفت علي وكاو نعرفش كنت فهم الكلمه ميسار كود فود. كيفاش فهمتها كنت فوق؟ يعني من النظره الاولى اعجبت بالشخص، من النظره الاولى هو تعال من النظره الاولى يتحب هو خي باندي اذا اخر من سوير ما يتحبش مشي. اي اي كاو مرا بشويه بشويه وكانت على اسمع زي ما انت زيت يغشك في الدار؟ لا ابدا. شنو تعملوا كان يغشك؟ عندكم سنايب في الدار ولا حاجه؟ لا ما يعمل شيء، يعاونني ونحبه برشا. يعاونك ولا ديما يعاونني؟ كان سبته لحد ولا ديما في سنايب؟ لا وقتك هو وقتك في هنايا في الفاكونس يبدا يعاوني في الدار وبس صغار ونشكر فيه برشا. وعائلتي عبد الرحمن كيفاش تقبلتك؟ وقتك جيت انا تونس اول مره عرفت لهم، ووقتك ما نفهمش بالعربي برشا، ما راني بلاش نحكي شويه نحكي مع زوجي وزوجي يحكي معاهم انا باش نبدا نتحاسد زوما بعضنا. مدام سميره نحن نعرفوا في التقاليد الافغانيه اللي ما تنجموا تاخذوا كان من نفس القبيله نتاعكم هكا ولا؟ صحيح. كيفاش تقبلت عائلتك انه تاخذ واحد تونسي مش معروف ومش من نفس القبيله، يعني مش من نفس بلادك جمله؟ لا ما انا جاي هو قابلت عائلتنا وعائلتي ما انا غادي وما انا هما وكل عائله كيفاش كل عائله ما انا فما عائله صعبه برشا مشده اما عائله متاعنا متاع توا ما انا ما مش صعيب فهمتني. وبابا يهبني ما انا قال لي انت تهب وهبتك ما نحكيها في تلقى راحتك وكذا. مادام بابا وماما راضي معنا كل عائلتنا وكل قبيلة متاعنا وكذا جيت تونس. كذا قديش عندك عايشة في تونس؟ 7 سنين. وتمشي تزور عائلتك ويجيوك تونس؟ مشيت وجيت امي في المي وقعد بها 11 شهر ورجع، وانا عندي توا من تالي مشيت زرتهم وقاعدة نمشي ونجي معنا هما جاي وماما جات وان شاء الله انا عندي برنامج باش ان شاء الله نمشي نزورهم انا ومسيور وبناتي ان شاء الله. وعلمت تعلمت الطيب الكسكسي وال كل شيء ملوخية كسكسي مقرونة معنا هوايج متاع تونسي نعرفهم متاع تعلمت تتقطع وتريش الكوادة تقطع وتريش ولا تقول لي امك كل شرق قداش تعطاها والفيونس الفوق شكون خذاها؟ لا مريقلة سنك سنك مادام مرت عبد الرحمن سودير. مادام سميرة شنو عاجبك في التقاليد التونسية وفي المجتمع التونسي؟ أول حاجة الحمد لله هي بلاد المسلم كيما أفغانستان، وزيادة ناس محترمين وبلاد مانا عجبتني مانا برشا حوايج عجبتني، أكا علاش أنا
وقتك راجلي قال تهب تعايش في الانجلترا ما فيها مش ما فيهاش مشكل معنا مش نعايش وغادي. اما انا حبيت تونس اختار تونس والحمد لله واني ربيت بناياتي و وكهو ان شاء الله ما نقعد هنا نعيش هنا وكهو كيف ان شاء الله ربي معك نعيشك لك الله فيك. كنت تحكينا على أكلة أفغانية. الأكلة أنا باش هوايج غادي ولا فماش هوايج تتقارب على الأكلة المصرية؟ تاكل حار؟ كان مرقة؟ لا هار ما ناكلوش. مرقة دولة وقالك من الجيب ولست من المرافقة وما عندكش أي كونتاكت مباشر مع العائلة. حاجة ثانية في فيديو مرة تقول أنا باش نجي ومرة تقول لي مانيش جاي، مرة تقول 17 جوان جي ومرة تقول 26 أوت، يعني فما ما نعرفوش وقتاش باش تجيب بالحق. حاجة ثالثة في الفيديو على الفيسبوك دعوت إلى الجهاد المسلح وحرصت على القتال وعلى العنف وحثيت المواطنين على الـ 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 على الثورة ضد الحكومة اللي أنت قلت عليها حكومة الظل، وقلت سأغزو تونس رفقة 6000 برا يعطوهم ظل على المباشر. سأغزو تونس رفقة 6000 يعني إرهاب بأتم معنى الكلمة. ثم تراجعت في أقوالك وقلت أنا لست تابع للموساد أكون إرهابي وما نحرضش على الإرهاب، وأنه 6000 اللي حكيت عليهم واللي سمعتهم هما مجرد لفان على الفيسبوك، وأني كنت نفدلك وكنت في حالة من ستريس خليتني نتكلم بلهجة القتال اللي أنت متعود عليها بحكم اللي أنت عسكري. السؤال هنا كان طولت عليك مثالش هو هل أنه التضرب في أقوالك أولا والرجوع عن تصريحاتك وأفعالك ثانيا يفقد مصداقية المعلومات اللي قلتها واللي زلت باش تقولها؟ هنعاود مرة ثانية ومش نقول عبد الرحمن سوقيرو كما قلت لكم، راهو مانيش مش نقول كلمة أنا تعودت هكي ديما لهجتي نقول أنا عبد الرحمن سوقيرو. وهنا نحب نبدأ لك بالسؤال الأخير، الإجابة على السؤال الأخير بعد إذنك سي عبد الرحمن، فضل نبدأ نجاوب على السؤال الأخير وبعد نسترسلوا ليزيتاب اللي فيديو واحدة تلو الأخرى. بالنسبة ل دعوت الى العنف لازم نجاوب هو توسكي يجي ضد الامن العام. واضح انا دربت حتى التحريض هو نوع من انواع الارهاب. انا يعني انت تعمل في البلبله في البلاد يعني واضح. اتم واضح. الكلمة. واضح كلامك واضح. انا دربت وتحصلت على درجه ثالثه في الطلايع وفي مقاومه الارهاب في مقاومة ونعودها في مقاومة الإرهاب. أنا وقت ريت معناها حكم جاسم على صدورنا في عهد الطاغية عهد بن علي وأزلامه، وقت ريت إرهاب سياسي وإعلامي وثقافي وفي جميع المجالات. بن علي وحكومة الظل والحكومة متاعه كانت تمارس علينا في إرهاب في جميع المجالات. أنت الأخت اللي تسأل فيها في السؤال ونعيدها مرة أخرى، وقت تتكلم كلمة حق على المباشر ينفيوك هكي مش إرهاب؟ الزوالي اللي تكلم كلمة حق مش إرهاب؟ القاضي الشريف ولا حق فيديو من الفيديو حسنيه كان مكتئب شوية يبلع فيه القبسي سامحني، ما هذه أراء الشعب ورأيي أنا زادة كي سمعت الفيديو وريتها قلت وينه سي عبد الرحمن السوبير؟ شبيه ولا يحكي يتلعثم شوية ويقول يا ولدي راهو سامحوني راني ما تكلمتش راني غلطت راني هكا وراني بالله في مسجد انت ساجد تحكي تقول نطلب من حكومة سي محمد غنوشي وقت اللي هو ما عنده حتى عفوا مش محمد غنوشي رشد غنوشي اللي هو ما عنده حتى الشرعية يعني باش تطلب منه طلب كما هذا باش يروح بك لتونس، يعني لا هو الرئيس الوزير ولا هو رئيس الوزراء لا هو رئيس الدولة. ما تعليقك على الموضوع؟ حبيت نسألك أول حاجة عندك صغيرات ولا لا؟ لا أخوي ما عندي. توقت يسهل عليك ربي وتعمل صغيرات. صغيراتك ما جاوش سبع أوت لا جاو تبارك الله عندهم أعمارهم من 10 قدر 6 سنين لا لا أي هذا كوما توا في هما في عز البراءة نتاعهم. وقت ربي ينوب عليك بصغيرات وتحس بهم وترقد بهم وتحس اني بنت اني بنتك مثل مريم معناها فهمت وسامحوني في الكلمه معناها تقول عليا وكالبول نتاعها نحضنه هذاكايا ونحس بيه ونشمه اعز برفان حطيته على بدني سامحني ما تقصش عليه في حياتي. وقت نتحرم من بلادي وقت نتحرم باش نزور قبر ربيا وقت الراس الشعب التونسي اللي قالوا لي اهبط وتكلم ونحن معاك واكشف المسطور
وقت الراء أنا في عيد صغير وعيد كبير حتى واحد ميحل الباب على صغيراتي ويقول لهم بوكم راجل ولا ما تخافوشي واللي يفرحهم حتى ببوسة ولا حتى بعروسة أني مستعد نعمل كل شيء على خاطر صغيراتي. إيه هذا شبيت ما حسيتوش من 14 جانفي حتى كشي قبل ما تتكلم. ماني المشكل ماني أنا نخصاب ناس فما ناس ورايا فما ناس مش تشد لي كتافي. شكون الناس هذو؟ الناس الشعب الشعب بصفة عامة بجميع شرايح نتاعو سواء زوالي ولا من لاغ ولا من ناس أساسي. أنا حسيت اللي الشعب التونسي ما كانش وراك. خذلني 17 جوان في الطلب والمظاهره اللي صدر منك وقلت 17 جوان سي لا دات ليميت نتاع حكومه السبسي اخرجوا للشوارع وهبطوا للشوارع ومريت سنايب وقلت راهم هذايا ما قالوا باش يصير حمام دم كان باجي قائد السبسي يقعد بعد 17 جوان انت كي مريت حتى حد هبط حسيت ان الشعب خذلك اول شيء خذلني الشعب سي عبد الرحمن حسيت ان الشعب ماخذكش على محمل من الجد يعني ياخذ فيكش عليك كوميدي قاعد تسيوها لا انا حسيت الشعب انا قلتها ونعاودها ولو التاريخ يعيد علما رو عبد الرحمن سقير اصحاب مواقف ولو التاريخ يعيد نفسه الا من عاود نسبهم ونحيلهم مذبهم الكلب على المباشر انا راجل ونتشرف اني دعوت على الثوره تبقينا وقت نلقى وحدي انا روحي وحدي في الساحه وقت شفت الاخ الفاضل والزميل سمير فرياني اللي تكلم كلمة حق صار فيها وقت راجعت حساباتي علما وقت أنا تطلع لي للوالدة متاعي وتضغط علي وتقول لي ما تهبطش وإذا ما نسمحكش قدام ربي إذا تهبط وإذا صار لي حاجة راني ما نسمحكش قدام ربي نعيد حساباتي لأنه بعد الله سبحانه وتعالى لو يقف الشعب التونسي الكل في كفة والوالدة متاعي في كفة نختار رضاية الوالدين أي ما رضا الله إلا بالوالدين أما هذه صارت زادة في سيكونس فيديو بثيتها أنت قبل الحادثة هذه متاع 17 جوان نسيت